الكريم اللي كان كريبوه راهو النواحي مراكش ذكرت حتى هو معنا التجربه هذه مع الطوموبيل هذه اللي كان فيها كان غرق عندنا في الماء وما كانش كتبان كامله ملي دخلنا درنا كلشي في المخزن باش تخرج تعاون معنا السي حمود الرباعي في الفراش ديالنا. المهم كان داكشي الماء بارد بردنا وسخنا ولكن داكشي كان زوين كاع هذاك واحد التجربه اللي كاع هذاك ما عمرك دوزتيها هادشي اللي كان محل السياره ديالي وملي كان غير كاين الامن الوطني هنايا وسميتو كذا ودخلنا لي هذاك دخلنا السياره واخا كان الماء بارد وسميتو ولكن كان يحتاج زوين كان يحتاج بلي الطوموبيل تاعو كتهبر ليه الطوموبيل ذاتو تيبقى ناش بنادم وكتفرح عادي لا كاينش هاد كاين لا تعالى هو اول تدخل لك في هاد المجال ولا فايت انت لا فايت هو تدخل بحال هذا فايت واحد تدخل انا هو انا كاينش مشكل وتيسر الله سبحانه وتعالى الله تيسر لكم كل شيء هذا الشيء اللي عطاه الله تبارك وتعالى شكرا شكرا الله يجزيك شكرا للمستعمل الطريق في هذه المكتبه ديال الله وكنتمناو اللي قال لك شي كلمه اللي قال لك نتمنى من الحيطه والحضر اللي قال لك بنادم يمشي بشويه والبلاصه اللي ما فيها اللي فيها الماء اللي عرفتي ما الطريق كي داير سيروغ منها واللي قال لك نتمنى السلامه للجميع